أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوادا ورقا قبل نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هادا نوغو عصبتها سبسكرايب سار قبل كفرو داور ركي وقدم بيجي واقلب نيمو أربعة خوضب حساسي اي نوصة سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي اللبا وزيرو كبتير سان حكومة الرابلي أو دقال حقن اسكو قادي اسلام مركاسين اسكو ايديي مسوق ماسوق حقن وزير كغرغار في مارين تمسيبو ينكا قديجة محمد ديري اي وزير كدالين يارادا اي عيارا حمسة سعيدة حمسة ايا اسلاف صدي هذا اللو كلول اوكو ادن شقادة وزاردها دالين يارادا اي غرغار كيسلام مركاسين ايديي معولش اسكو جيديي لبادان وزير ايا شقادة لبداسي وزاردو دلو كلا وريجي مركي وحفيس كيمت ريز الوزار محمد حسين روبل وحين وزير قديجة كسو جوابتي دليل او وزير حمسة او جيدي وزارد دي اي كوريجيس اسلام مركاسين انتي اي فرماجي اي مدح ذكال او نعم لينيسي وحفيس اميسان كشقينين لياب اي يكون نقطي واي اسكو جوكتي وزاردة وزير حمسة سعيد ايا ورباهين تو شيغي مركي لو مقعابي وزاردة دالن يرادة او واي حفيس او كشقيو سيدو كلنا او او تغي شقاليه او فسح اساق مقان كدواد لبسانو مشارنا اسكا قادن اي تاس او شقا بادن كدب او شيغي ان هادا او وح بادن كبدلي واللياب وزير قديج ميلها براها بلشادة أيه كنح جورتي لياب أيه كن نقطومة دا صوماليا وزير قديج أيه لو أغيه إن براها بلشادة أيه مركستكو أمانتو فرماجو إيه الرئيس الوزارها إيه سيدوك لمدح دا مامول كوباليدي دا قار سيكستوها آتي حفيس وايسك جوكتا ميلهاس أيه اسك باشاليسي وزير خديجة ديري او هادا الكاسي كعروتي ايا كسو جوابتي وحينا وزير حمسكو اديسي ان مركي لبدلي او هوري او سيك حيستي او سو عيلي لغا كريوايي غاري اي لايدا هاي وزارة دقر غاركا تاس ايانا اللو اوغين ان اي هونتا هاي محي هوري او سو شيغي وايسي مركي هونتا لغا شيغي اي اي وحي تيري حمسا وحا وقاتي غاريجي وزارة دا سيدادي لباتان كي اكتوبر لباكوني لباتان كا ايو ايو وريجي حيلك وزارة دا غرغار كي يمارين تمسيوين كا دولة فدرال كا سواما عاليا إلا حد دا نوحو هايستا غاريجي هانتي دا وزارة دا لغو ايوية يواليبا إيادو او أمر كو بيحيي هانتي دوراها قود ايا قران كا إنو سو عليو إلا ايا حد دانا لغا ما هايو هانتي قران وليجي إلا ايو ما ايدين ايي وزير قديجة كو تيري قرال ايسو ديكتاي برتي دا غار كا فيسبوكا وزير حمسة ايا يري حابين كي آن لو وريجي حفيس كا وزارة دا دالن يراد ايا عيارها وحان وايي حفيس آن سوبيحي او شاقا قلو وحان اوغو تاقاي ايادو شاقالها وزارة دا سند ايا بر إلا لبسانو فسح اساقا جيران مشاركنا آيسكا قادان ايان رنتي وحي تاسي اوغو نقطي مشكلة وين او ميشاكا جيرتا تاسي حقيق اياي نقطي وزير قديجو وزارة دا عيار اما قوري جيدا عمل ايا وحيساتي براها بلشادا اياي مودان مدح ويني نولو او كليا ايا كوحيساي وزير قديجة او كجوابي سايداي ما حمسة اي حفيسكا إيا فسح شقالها اللي حريرة أياتري وردو لذيد ورقادو كويا لا وزير حمسي وحاد كميد إهيد قوله وزير دا إي أقبالي فسح شقالها وزارة دا إي ويدي قدقاقا أنشح إيا كان قوب شقو إي وزارة دا دالن يرادا إيا عيارها أياكو جوابتي سيكستبها أهاتي رونتا أيا لو شايقي وزير قديجة إسلام مركاسيني وحيكو إي ديسي وزير حمسي قاريقا وزارة دا لنا عكلة اللاغو وقاد يوسف دبقيد أو حيساد هور لهدنا لسي ورركي ودن بي أياك صوبحيا وررك نغسو غاريا دقمد بول بورتاقو بالكهيران ايا شيغيا ان حيساد حوغان اي كتاقان تاي دقمد اسي كدب شاق جوجين او سميي مدحوين اكو حيغين كدولد قبلة كير شبالة يوسف دبقيت او شالاي شاق جوجين كو سميي قدوميا دقمد بول بورتاقو بالكهيران فايسال هاجر آدن ايا لبديسا كو حيغين مد اسي او او غسيد درتاي قلالاسي اي كتاقنا دقمد اسي مدحوين اكو حيغين كا او دوان سعدال كو يمد بولا بورتا ايا وحا او كو ايدا يا مامول كا دقمدا سي اينا يحلم واياين خلاف كا مدو كا دحتاغن مامول كو دا ايا دقالا بيلاد كو سونا نقضي دقمدا سي شاق جوجين تاو سمي يدبا قيد ايا وحا كتلا شاي حالات جهورير اح او كا تاغن بولا بورتا ايا دا او ساعرا سو سعود الله فيلا يو ان او دا ياشا دقن كا دقمدا سي اسكوغو امادان شير دق دق اح سيدا اي اوغاتي ورباهين تاو كولن كا او دا ياشا ايا وحا لوغا حد لي دونا شاق جوجين تاو سمي يدبا قيد ايا حيسا دا كدلتاي اي سامين تا حوغن كويا لتاي دقمدا سي بولي بورتا ايا حيلي غاني وحا لغا دريم ايا حالة دولا عليه انا عكالي حيلي بانا كتير سنقولها الشعب كي بارلمان كا صوماليا سياسيين غير هيران اح او قيب كي يهي تاليه هورا اينيس عبدالله ايسان قولو لشا ايا هبين هورا مقدشا كلا كل ما مدح وينيه هير شبال علي قود لابي حيلي بانا دي ايا سياسيين تا او دمان تود او دشاي بيشا حواد لي ايا قود لابي كدال بدي ان او اسهور تاغو إن قدوميها قد ديغا مامولا يدورا شادا بارلمان كا صوماليا اي كيمانا يادنا عهير شبالي عان لغات ديغن احمد حسن ديني كاسو اسلا شالي لدورتي ديني او شالي لدورتي قدوميها قد ديغاسي اي حلبانا داسي كو ايديين انو اوغو حنجبي ان او دمان حلبانا دا حواد لي كليا او كسو لابان دونو نور ايدو بيلي حالك انتا كلان او كد دالي دونو ان اي سانسو بيحن
isagoo sababo ugu sheegay in uu amarkaasi ka soo baxay filla Soomaaliya Cali Guudlaabe ayaa mas'uuliyiinti uu la kulmay u sheegay in diini ay wadato filla Soomaaliya isla markaasina uusan waxba ka qaban karin fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xub xasaasi ah filla Soomaaliya oo baabuleysa muushin xilka looga qaadayo Saciid Dan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya baarlamaanka maamulkaasi Puntland tan iyo markii ay bilaabatay guuxa ah in Saciid Cabdullaahi Dan uu yahay musharax u taagan doorashada madaxweynaha Soomaaliya 2012 tanka ayaa waxa filla Soomaaliya ay bilowday abaabul mooshinka xilka looga qaadayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan filla Soomaaliya ayaa sidoo kale abaabulaysa oday dhaqameedyada qaar kuwaas oo bilaabay in ay idaacadaha iyo baraha bulshada ku eedeeyaan Dan in uu rabo in uu boobo xildhibaanada labada aqal ee ka soo galaya deegaanada Puntland madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa wada mooshinka waxaana dhaqaalaha bixinaya filla Soomaaliya sida calansida media ay ogaatay waxa dhawaan la filayaa in qaar ka mid ah oday dhaqameedyada Puntland magaalada Garoowe ku qabtaan shir jaraa'id kaasoo ay ku sheegi doonaan in uu Dani caddeeyo mowqifkiisa in uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddii ay taasi caddaatana ay u sheegi doonaan in uu faraha kala baxo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa xoog iyo qarash ku bixinaysa sidii ay madaxweyne Dani halkaas ugu toori lahaayeen laakiin lama oga arrintaasi in ay u suurgali doonto filla Soomaaliya wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa xaaladda Dani iyo baarlamaankiisa dhinaca kale guddiga doorashooyinka Jubbaland oo fulinaya dalab uu u gudbiyey Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo kulan la qaatay guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland ayaa u gudbiyey dalab la xiriira arrimaha doorashooyinka Axmed Madoobe oo ugu horreyntii guddiga ku bogaadiyay shaqada ay hayaan ayaa ku dhiirageliyay in ay si hufan u qabtaan waajibaadkooda loo igmaday isagoo ka dalbaday inay qabtaan doorasho wadar ogol ah oo xor iyo xalaal ahi xubnihii ka socday guddiga doorashada Jubbaland ee la kulmay madaxweyne Axmed Madoobe ayaa dhankooda ballan qaaday in ay qaban doonaan doorasho xor iyo xalaal ahay sida uu ka dalbaday sidoo kale waxa uu guddiga ka codsaday madaxweynaha Jubbaland inay ka helaan maamulkiisa wada shaqayn si ay si fudud u gutaan waajibaadkooda loo igmaday waxaa si habsami leh u socda dardargelinta hannaanka doorashooyinka xilli uu dhowaan ra'iisul wasaare Roble uu booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland si kastaba waxaa lagu wadaa sida uu qorshuhu yahay in dhammaadka bishaani Juulaay in doorashada senatarada aqalka sare ay ka dhacdo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Soomaaliya hase ahaatee lama oga Jubbaland iyo gobolka Gedo halka ay ku dambayn doonaan dhinaca kale xog culus Xasan Sheikh Maxamuud oo ku biiray dadaallo ay wadaan beelaha Abgaal iyo Xawaadle madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la sheegay in uu ku biiray dadaallada uu wado madaxweynihii ka horreeyay ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed kuwaasi oo ku aadan dhammaynta xiisadda Hirshabeelle Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 48 saac lasoo dhaafay qayb ka ahaa wadatashiyo ka socday Muqdisho kuwaasoo dhex maray siyaasiyiin ka soo kala jeeda labada beel Abgaal iyo Xawaadle oo ku aadan maamulka Hirshabeelle waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda socda ayaa ah in marka hore laga hadlo sidii ay doorashada baladweyne ugu qabsoomi lahayd iyadoo aan buuq dhicin isla markaasina looga ballami lahaa sidii loo xalin lahaa tabashooyinka kale ee ka dhashay dhismaha Hirshabeelle dadaallo xoog leh ayaa ka socda magaalada Muqdisho kuwaasoo ku wajahan doorashada ka dhacaysa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan baladweyne waxaa yaalla kuraasta ugu badan markii loo eego xubnaha ka imaanaya dhinaca Hirshabeelle waxaana lagu soo dooran doonaa 25 xildhibaan magaalada baladweyne ayaa waxaa ku sugan maleeshiya uu hogaaminayo jeneraal Xuud oo wacad ku maray in aan doorasho xildhibaanada gobolka shacabka aan lagu qaban doonin magaalada oo ay dagaal kaga hortagi doonaan isla markaasina marnaba wacagta soo dhigi doonin Guudlaabe isku dayga socda ayaa ah in xal laga gaaro xiisadda ka hor doorashada si loo hubiyo inay ku dhacdo hab nabdoon kadib markii ay fashilmeen isku day la rabo in doorashada lagu soo koobo magaalada Jowhar oo kale si kastaba ha ahaatee beesha Xawaadle ayaa gebi ahaanba ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle uu fadhigiisa yahay baladweyne ayaa maar u waayay xalinta maamulka Hirshabeelle iyo in ay si weyn uga shaqeyso deegaanada Hiiraan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.